سبحان الله العظيم، غير المغاربة دخلوا لديورهم جلسوا فيها، الشوارع خوات وسيدي ربي نزل الرحمة ديالو شتا طاحت. واش هادي صدفة؟ والله ما عرفت. من اهم الشوارع بالمدينه، وغادي نشوفوا الحركه كي دايره، واش كاين شي اختلاف، واش كاين شي ناس لبوا النداء باش يجلسوا في ديورهم. يعني بنادم اللي ما عنده ما يدار، ما عنده لا خدمه لا والو، احنا نجلس في دارهم. شوفوا الناس ديال الامن ويطلبوا لينا الوثيقه الرسميه اللي كتدل على الخروج ديالك من المنزل. شنو السبب يعني اللي خلاك انك تخرج من المنزل؟ شوارع فارغة. هو الموقف يعني بالنسبة للناس اللي كيخدموا المويومين، اللي كيخدموا بالجورني، كاين اللي كيخدم سباك، كاين اللي كيخدم بالناي، كاين اللي مجموعة من الحرف كيكونوا الناس واخدين تما، واللي كيبغي شي حاجة ولا شي حاجة كيدوز موراهم في الطوموبيل كيمشيو يقضيو له المسائل ديالو. يعني في الظرفيه كما كتشوف الدنيا خاويه، ولكن الصراحه يعني هاد الناس يعني كي غادي يديروا مع الظرفيه هادي؟ يعني بنادم عنده مثلا اسره من 6 ولا 7 ديال الافراد، الدار، الكرا، الموطو، وبنادم خدام 50 ولا 70 درهم في النهار، يعني ما عنده لا سينيسيس، ما عنده لا تعويضات، كي غادي يدير مع الظرفيه؟ بزاف ديال الفيديوهات وبزاف ديال الشهادات اللي شفت مع اليوتيوب يعني كيهضروا على هاد القضيه هادي. يعني بنادم ما عندوش لا سينيسيس، ما عندوش التعويضات، العمل ديالو كي غادي يدير؟ كاين بواحد الاقتراح، قال لكم علاش ما تخرجوش للشرفه المنازل واسطح المباني، غنيو وقولوا من بيت الاحرار، احتفالا زعما بالاطر الطبيه والعسكريه اللي وقفت في هاد المهنه. ولكن خرج اليوم واحد الداعية عجبني بزاف، السي رضوان البارح قال لي اخويا في بلاصة انت مخبع في دارك وكتقول اودي نوضو نوضو خرجو الشراج ومغنيو، علاش ما تدخلش البيت كتسد عليك وتصلي والدعاء لهاد الناس؟ علاش هاد الناس الاطر الطبية مني تسال هاد الحملة ما تبقاش كتلاقاهم واحد بواحد وتبوس ليهم راسهم وتشكرهم؟ ما تفوتنيش الفرصة باش نوجه واحد التحية كبيرة للأطر الطبية، كذلك الممرضين والأطباء اللي سهروا يا ليلة نهار على احتواء الوضع، لا سواء بمدينة تازا ولا بالمغرب، اللي صراحة كنحييه على هاد الخطوات الاستباقية. دابا حنا في مركز المدينة، يعني حتى دورية ديال الشرطة ما تلاقاتنا، يعني نتمناو ان شي واحد لقانا ولا يطلب لينا شي واحد. فالمهم نشوفوا شنو هي الاجراءات ديال بالنسبه للناس اللي باغيين يخرجوا، لا سواء باش انهم يقضيو الغراض ديالهم ولا بالنسبه للناس اللي غاديين للخدمه. شوارع خالية، مدينة الأشباح هي مدينة تازة في هذه الأثناء. صراحة توازل بوني داء جلسوا في ديورهم، يعني هذه كتبقى خطوة رياضية منك، ما عندك ما يدار اخويا جلس في دارك، ما كرهناش حتى احنا نجلسوا في دارنا،
شحال هذه يعني كنتي كتطلب يا ربي يعطيوني غير شي 4 ايام ولا 5 ايام نتسكى راحه ونجلس في الدار وندوزها كل نعاس. انت سيدي عطاوك بليسلام فيني دوزها كل نعاس. بالنسبه للناس، بالنسبه للمغاربه، بالنسبه للجاليه اللي كاينه في اوروبا، سواء ايطاليا واسبانيا فرنسا كذلك المانيا، صراحه قلوبنا معاكم. هاد الازمه اللي كتمروا منها فحنا كنمروا منها، ولكن نتوما يعني واحد الشكل كبير. بالنسبه للناس اللي في المغاربه شكون تجلسوا تما بلا ما تجيو باش تنقلونا للعدوى، فهذه هضره خاويه ما عندنا ما نديروا بها. هذوك حبابنا، هذوك صحابنا، وهذوك والدينا اللي جالسين تما، وكيف كيحسوا به داك الشيء اللي كيحسوا به هما جالسين تما، حتى حنا كنحسوا به هنا. قلوبنا معاكم، وربي يكون معاكم ويوقف معاكم. كل شيء مر من هذه الازمه، وكل شيء ترجع الامور كيف ما كانت. شفت واحد المبادره، واحد التصاور يعني الناس اللي حنيو في منصة التواصل الاجتماعي، يعني بعض الناس بعض البيئات كدير بعض المبالغ الماليه في الاضريفه وكتجي كتوزعها على المحتاجين في الديور ديالو. يعني الا كانت هذه البادره فهي بادره حسنه، وكندعم الفكره. بحال الله العظيم غير المغاربة دخلوا لديورهم جلسوا فيها الشوارع خوات، وسيدي ربي نزل الرحمة ديالو اشتطحت. واش هادي صدفة؟ والله ما عرفت. جلس طوارئ قصوى بالمدينة، يعني راه ملي خرجت من الخدمة حتى شي واحد ما تلاقاني، الزنقة خاوية، حتى شي دورية ما تلاقاتني. يعني تمنينا أن شي دورية تلاقانا ولا تطلب لنا الوثائق أننا باش يعني السبب خروج ديالنا هذا الصباح. يعني الوضع راه ولا كارثي، يعني أهم حاجة أن مدينة تازا يعني ما تصابت فيها حتى شي حالة ديال الإصابة، الحمد لله. هذا من فضل ربي، هذا اطمئنان بالنسبة للساكنة ديال مدينة تازا. ولكن هذا يعني ما كيعنيش انك تخرج للزنقه والدور والتسيرة، كيعني انك تجلس في دارك. يعني الا ما كنتش انت مقيوس بالعدوى، كاين واحد اخر مثلا يقدر غير يدوز من جنبك يعطس ولا يقدر يلصق فيك العدوى. المدينة القديمة كاع الحوانت سادين، يعني هناك شلل تام للحركة الاقتصادية بالمدينة، كلشي جالس في دارو. وهنا تنتهي رحلتنا كيفما شفتو، قربناكم الاجواء ديال الحضر التجوال بمدينه تازا. كما شفتوا الحراره كانت مشلوله، يعني توازى البا والنداء. واخر ميساج واخر اقتراح لكم اخوتي، جلسوا في داركم، حمي والديك، حمي خوتك، حمي نفسك. يعني ما كنتيش خايف على راسك وكتشوف راسك عندك المناعه قويه، فعندك واحد الوالده في الدار، يعني الا ما اديتي راسك فغادي تاذيهم نتايا. هي كتقيف في الدار مسكينه جالسه، انت كتقيف في الزنقه، راك انت اللي غادي تدخل لهم المرض. هي لا حول لها ولا قوه. اللي غادي ديروا على قبلها هي هو انك الا ما كانش عندك ما يدار في الزنقه، جلس في الدار اخويا، حمي نفسك وحمي غيرك. واحسن منظر اللي نقدر نختم به الفيديو فهي هذا امطار الخير، الحمد لله. بغيت نقول لكم دمنا ودمتم امنين لهذا الوطن العزيز. تبارك الله عليكم، تهلاو علينا فراسكم، حتى نشوفوا فيديو جديد ان شاء الله.